بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. تفسير الآية دي إيه؟ قبل نزول الحجاب أو قبل نزول أمر بإدناء الجلباب، كانت نساء الأنصار أو نساء يخرجن في الطرقات لقضاء الحاجة، فكان بعض فساق أهل المدينة ينتظروا لخروج النساء، فكانوا بيراودوا النساء عن أنفسهن هم خارجين. فكانت المرأة العفيفة أو المرأة اللي هي السيدة أو الشريفة بتعرف إن الأمة بتغطيش وشها، لكن المرأة اللي ذات حسب أو نسب أو عفيفة أو شريفة بتغطي وشها. فنزل الأمر بإدناء الجلباب، وإيه هو الجلباب؟ الجلباب في قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقتادة والحسن والاثنين من كبار التابعين وكثير من العلماء، هو الخمار الكبير اللي بينزل أو المقنعة. المقنعة على رأي عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود اللي بتغطي معظم الوجه الا عين واحده بس. وفي روايه تانية برضو عبد الله بن عباس بتغطي اكتر من نص الوجه، وقال الحسن وقتاده تغطي نص وجهها او تغطي اكتر من نص او تغطي او الجلباب اللي بينزل يغطي الجبهه ويغطي. فاذا كلام كل علماء الصحابه رضي الله عنهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومن بعدهم حسن وقتاده ان الجلباب هو الخمار الكامل اللي بيغطي الوجه الجسم كله ومعظم الوجه. وفي روايه لعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود المقنعه التي تغطي كل وجه الا عين واحده فقط. وانا حاضر لحضراتكم تفسير هذه الايه التي تثبت وجوب النقاب وانه واجب شرعي. وحاضر لحضراتكم ايضا راي لجنه الفتوى في هذا ورقم الفتوى، وحاض على حضراتكم بحث اخر مستفيض وجيز بليغ في اكثر من 20 في حوالي 20 دليل على وجوب النقاب على ان هو واجب شرعي. ويكفي تفسير الايه، يعني حتى من دون الرجوع للاشياء الثانيه دي، يكفي تفسير الايه ان لا احد افقه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومن بعدهم التابعين كبار التابعين زي الحسن وقتاده اللي خدوا منهم، وكلهم اقل واحد فيهم قال انها تغطي نص وجهها، وبعضهم وقول منقول عن عبد الله بن عباس تغطي الوجه كله الا عين واحده. فاذا لا قول ولا التفات لقول من يقول ان النقاب سنه او انه ليس بواجب شرعي. فما احترمنا قول هؤلاء العلماء او احترمنا هؤلاء العلماء فهم اخطاوا في هذا، لانه لا يوافق تفسير اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفسير التابعين لقول تفسير كلمه الجلباب. فأنا حضر لحضراتكم تفسير هذه الآية اللي هو قاله كبار المفسرين في الزمن الغابر زي ابن كثير والطبري وغيره نقلا عن الصحابة وكبار التابعين، فلا قول بعد قول هؤلاء الناس. فيا ريت تتسخوا الكلام ده كله وتنشروه على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، ويا ريت كل واحد يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان بعد ما يقرأ هذا الكلام يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه ده هذا الدليل القطعي، لأنه لا أحد أفقه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كبار التابعين. يتقي الله سبحانه وتعالى ويأمر زوجته وبنته وأخته بلبس النقاب، وهذا هو الأحوط والأول. يكفي دليل واحد بس، أن ربنا سبحانه وتعالى أمر النساء في سورة النور ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة أنها ما تضربش برجليها، ما تلبسش خلخال عشان ما تلفش نظر الناس وهم ماشيين. فاذا كانت المراه مجرد انها تضرب بارجلها وايضا القدم عوره، القدم نفسه عوره، فاذا كان وهذا راي جمهور العلماء الجباب الساتر الذي ينزل ويغطي القدم لان القدم عوره، فاذا كان الرجل بيفتن بقدم المراه بيفتن بصوت الخلخال وهي ماشيه، مش يبقى انهي اوقع في اغراء الرجل؟ قدم المراه والصوت الخلخال ولا وجه المراه؟ اللي هو فيه الجمال كله، العينين والشفايف، اللي كل شعراء من اول شعراء الجاهليين حتى الان
لما ده بيتغزل بيتغزل في عين المرأة، وشوف يبقى أنهي أوجه أوقع. فأنا هكتب لحضراتكم تفسير لهذه الآية، هكتب لحضراتكم رأي لجنة الفتوى والعشرين دليل برضه، هحط لكم لينك بيهم. ومفيش دليل بعد هذا الكلام على وجوب لبس النقاب. أقول قولي هذا، استغفر الله.